البارح قعدت موسيقيه تعنوا على تعليق الاضرابه. دابا اختي انا نقدر نقول لكم على سلامتكم، ولكن بلاتي واحد الحاجه، اخر تصريح ديال وزير ديال التربيه والتعليم كان عنف فيه بانه السنه الدراسيه غتمدد لمده اسبوع واحد، وحنا الاضرابات تستمر حتى من 3 ديال الاسابيع. شنو معنى هذا؟ المعنى راه واضح وباين، انه في الفتره القادمه غتولي تشوف الجري السريع في كاع المواد باش يقدروا الاساتذه يكملوا معاكم المقرر في كاع المواد. الا ما تمش اعتماد الخطه ديال الغاء العطل غتولي تشوف الجري السريع في اغلب المواد اللي عندك في الامتحان الجاي ولا في الامتحان الوطني. حنا حاليا اخوتي في هذه الفتره هذه داك الاسبوع اللي زادوا لنا تقريبا يلاه كتفصلنا شي 5 شهور على الامتحان الوطني وعلى الامتحان الجاي. انا درت هذا الفيديو هذا باش نقول لك حاجه واحده، انت كتلميذ عندك الامتحان الوطني ولا الامتحان الجاي ما ترتكبش الخطا اللي كيرتكبوه التلاميذ كل عام. راه ما جاتش بكثره الخدمه اللي كتخدمها حتى ما جات انه داك الشيء اللي كتخدمه واش غينفعك نهار الامتحان الجاي ولا نهار الامتحان الوطني. التلاميذ مثلا اللي عندهم امتحان جاوي راه ماشي كتشد المواد وكتحفظهم كلمه هما، راه كاين شي حوايج في الدروس كيتفهموا شي حوايج كيتحفظوا. مثلا الماده مثلا ديال التربيه الاسلاميه كمثال هذه الماده هذه راه غنحفظ فيها انا غير سوره يوسف والتعالي بتبقى في الدروس كامل راه غنفهمها لانني انا كندوز وضعيه. الاجتماعيات كذلك عندي التواريخ وعندي شي حوايج كيتحفظوا وما تبقى في الدروس راهم كيتفهموا. هذه القاعده كنعموا على كاع المواد ديال الامتحان الجاوي. التلاميذ عندهم امتحان الوطني رد البال مزيان، راه من 2020 تبدلت المنهجيه ديال الامتحان الوطني. هذيك النمطيه في الخدمه ديالكم راه غتخرج عليك نهار الامتحان الوطني 2020 21 22 23 اربع سنين الاخرى. وحنا كنشوفوا بان الامتحان الوطني ما بقاش كيعتمد على النمطيه، يعني المواد ديالك اللي غدوز في الامتحان الوطني ركز على الفهم ديالك، بعد من ديك الخدمه ديال نبقى نخدم الامتحانات الوطنيه ونبقى نعاود فيهم. لا، الدروس نفهمهم. راه قلتها في الاول ديال لا فيديو، راه 5 شهور راه فيها الخير والبركه واخا تكون مازال ما بديتي كاع الخدمه، سواء في الامتحان الجاوي سواء في الامتحان الوطني. ولكن غنقولها لكم غنعاودها، راه ما جاتش بكثره الخدمه، راه جات بلا كاليتي الخدمه اللي كدير. وكل ماده قبل ما تبدا تخدمها ديما تسول راسك واحد السؤال مهم، كيفاش كتكون الطريقه ديال تنقيط هذه الماده هذه نهار الامتحان الوطني ولا نهار الامتحان الجاوي؟ الدراري عندكم جهوي، الجاوي راه عليه العام الجاي في الثانيه بكالوريا 25%، والتلاميذ اللي عندكم ثانيه بكالوريا راه باقي ما درتو في الطاجين ما يتحرق، راه باقي عندكم 50% على الامتحان الوطني. الفيديوهات القادمه غنحاول ان شاء الله في كل ماده نوريكم شنو هو الحوايج المهمين اللي تركزوا عليهم. معكم دريس دوت كوم، ربي يعوين اخوتي، تهلاو فراسكم.